شهدت قامتلي وكم كلفتني رحلتي الى سنغافورة لمدة 3 ايام فقط. راح احكي لكم على الاسعار كيفاش انا استقامتلي انا شخصيا، ونحكي لكم ثاني كيفاش انت ولا انت كي تحب تجي لهنايا وحدك شحال استقام لك انت. خاوة دوكا جيت لهنايا لهذا المكان، الكراسي هذو ما يزغدوش والطابلة كنت حاب الريحة هنايا، ماشي ريحة انا ريحة هنايا في الكرسي، ونحط البيسي لهنايا باش نخدم. تصورين دايرين هما دايرين باش ما تقدرش تخدم فوق هذه البلاصة، حاجة غريبة والله. بصح معليش صبرتو نحطكم لهنايا باش نهضر لكم على الاسعار تاع سنغافورة هكذا باش تستفادوا، بالك انتوما تجوا سيتو داك الجون راح تستفاد من هذا الفيديو بزاف، صبروا ريقلوها. سو نبداو بالحاجه الاولى اللي نتكلموا عليها واللي هي تذكره الطيران. تذكره الطيران من جيت من اندونيسيا من جاكرتا حتى لهنايا حتى سنغافوره استقامت لي حوالي 38 دولار اللي هو بدراهمنا 800000 يعني 8000 دينار جزائري. وكيفاش ريزيرفيت هذه الطائره؟ ريزيرفيتها مباشره من موقع سكاي سكانر. موقع سكاي سكانر حوست على ارخص تذكره تقدر نجي فيها، لقيت هذه ب 38 دولار دخلت فيها ريزيرفيتها. الامتعه تاعكم لازم دائما تتفقدوا وتكونوا متاكدين ان تذكرة الطيران اللي تشروها تكون داخلة معها الأمتعة على الأقل 20 كيلوغرام. هناك تذاكر طيران اللي ما هيش داخلة فيهم الأمتعة لازم أنت تزيدهم وتزيد تصرف دراهم، وكما أنا اللي خيرتها مباشرة فيها 20 كيلوغرام تقدر تديها، من الحقيبة تاعي 10 كيلوغرام برك تسمى مليحة. بالنسبة لتذكرة الطيران من الجزائر لا أنصحكم بالمجيء من أجل سنغافورة فقط، فبالتالي من الأفضل تروحوا لدولة ماليزيا اللي هدرت على الأسعار تاعها في فيديو آخر، وبعدها يا إما تختاروا الذهاب بالحافلة وين مدة الرحلة حوالي 6 ساعات من كوالالمبور وسعرها حوالي 15 دولار ذهاب فقط، او تروحوا بالطائره وين يكون السعر حوالي 70 اورو ذهاب واياب. ودوكا نروحوا لثاني حاجه اللي نهضر عليها واللي هي الفيزا الى سنغافوره. بالنسبه للجزائريين سنغافوره بالفيزا، الفيزا اللي تقدر تديها يا اما تستهدر مع وكاله سفر ولا عفسه كيما هكذا يخدموها لك، ولا تقدر تخدمها وحدك خاوتي ماشي كامل صعيبه، برك لازم تكون عندك ديبت كارد ولا كريديت كارد ولا كارت فيزا ولا باي بال ولا اي حاجه تقدر تدفع بها اونلاين. فواش دير؟ تدخل في موقع اللي دوك نخليه لكم هنايا لتحت، بون ماشي هنايا وانما لتحت في الديسكريبشن، تسيبوا الرابط تاعه في الوصف لتحت. هذا الموقع تدخل فيه وتقدر منه تخدم الفيزا تاعك. السعر تاعها حوالي استقام لي هو يدير 110 دولار، بصح كي تزيد له شويه صوالح مش عارف التكاليف تاع السيرفيس تاعهم ولا عفسه كيما هكذا تزيد خلاص واقيلا 10 ولا 15 دولار اعتقد، كلش استقام لي 120 125 دولار السعر الكلي تاع الفيزا. والبروسيسين تايم ضرب لي 15 يوم 15 يوم باش بحثوا لي الرد وبحثوا لي الفيزا تاعي. كملاحظه بالنسبه للفيزا، اذا كان عندك شخص تعرفه يكون يا اما سنغافوري الجنسيه او مقيم هناك، يقدر يبعث لك خطاب طلب تاشيره من هناك وتقدم على الفيزا لوحدك في الرابط الرسمي لدائره الهجره تاع سنغافوره، وسعرها يكون 25 دولار فقط، لان الرابط اللي خدمت به انا هو موقع وكاله سفر اللي هي عباره عن وسيط في مكان الشخص اللي قلت لكم يبعث لكم الخطاب، والسعر اللي خلصته كان سعر اتعابهم. وقبل ما تدخل لسنغافوره لازم تعمر واحد الارايفل كارد اللي تقدر تسيبها في الموقع الرسمي تاع سنغافوره تاع وزاره الايميجريشن ولا عفسه كيما هكذا، نخلي لكم ثاني الرابط اللي تحتها في الوصف، تقدر تدخل في هذا الموقع وتعمر المعلومات تاعك تاع كامل تاع الرحله تاعك وانت تدخل وانت تخرج وين راك رايح تبات وكامل هذو الصوالح. ومن بعد هكذا باش كي تدخل لهنايا سنغافوره البروسيس يكون سهل، ما لانه هنا في سنغافوره هو افضل مطار دخلت ليه في الايميجريشن، يعني سقسني على تذكره العوده فقط، سقسني وين راني رايح الريح، مالغري كانت عنده هذيك الارايفل كارد باسكو عمرت فيها وراني رايح الريح. ومن بعد سقسني وراك راح تسكن، سقسي جاوبته واش دير في حياتك، جاوبته بعد قال لي يا خويا ربي سهل لك ما يكاشوش في الباسبور هنايا، لانه وديرك ماشي كيما ماليزيا واندونيسيا هنايا ما كاشاوناش فاتنا ديرك. شيء اخر راح نتكلموا عليه واللي هو المبيت يا خالتي، هذه حاجه مهمه بزاف هنايا في سنغافوره. اذا جيت لهنايا نحكي لكم على كي يجي واحد عامه لهنايا اش لازم يدير. الى كنت جاي لهنايا باش تبات في هوستل، يعني تكري سرير فقط، كاين هوستيلات جميله هنايا بصح السعر تاعهم غالي مقارنه باندونيسيا وماليزيا. السعر تاعهم يبدا من 22 اورو لليله الواحده، يعني راح تستقام بزاف 450 في الليله. واذا كنتم مثلا شخصين ولا زوجين ولا اي حاجه هكذا راكم رايحين تقدروا تلقاو غرفه في فندق ابتداء من 50 55 حتى 60 اورو لليله الواحده. بصح انايا في الوضع تاعي يعني انايا واش درت، دخلت لموقع كاوتش سيرفين وحوست على واحد اللي يقدر يستضيفني عنده
مجانا، فبالتالي لقيت الهوست اللي هضرت عليه في كامل هذا الفيديو الشخص اللي بت عنده مجانا، واللي كان انسان كريم جدا الحمد لله، طحت فيه انسان كريم. وهذا الانسان الكريم ما تقدروا تقولوا على جالو ما صرفتش كاع خاوتي. دونك كيف في نهايه الفيديو نقول لكم شحال صرفت هنايا، كمل لكم كاع الصوالح اللي قدروا نهضروا عليهم. الشخص هذا كان مستكلف بمعظم الصوالح، جاب لي فاتور الصباح مرتين، يعني في لي انا قضيت عليه عنده ليلتين. في هذه الليلتين الصباح كي نوض دائما نصيب البريكفاست تاعي محطوط فوق الطاوله، خطره جاب لي النودلز وقعدينا، والخطره الثانيه جاب لي روست يعني اليوم الصباح. ثاني عنده قال لي تشرب كيما تحب الماء من العين نورمال، وتاكل كيما تحب من الفريجيدير من السناكس اللي كاينين فما تما، كان مقلشني حاجه شابه بزاف. وثاني كاين حاجه واحده اخرى اللي هو انه بالسياره تاعو كان كل الحشيه كامل كي كمل الخدمه تاعو، كنا نروحوا في النهار الاول رحنا شفنا كيما شتو هذوك الاضواء في الليل في جاردنز باي ذا باي، رحنا ثاني تعشينا كيف وهو اللي خلص لي العشاء، والله ربي يحفظه خلص لي ثاني واحد اللاكريم هكذا. فبالتالي هو شخص هايل بزاف وعنده بزاف في راسه، يعرف القضيه الفلسطينيه، يعرف على بزاف صوالح في التاريخ وكامل، ولكن للاسف هو انسان يعني خجول وما يحبش السوشيال ميديا بزاف، فبالتالي ما صورتوش. ولكن معليش خاوتي نشكروه، انتم ادعوا له دعوه خير لتحت. الاكل عموما يمكن يكلفك حوالي 15 حتى 20 دولار اليوم الواحد بكل الوجبات وبعض السناكس، وهذا السعر للوجبات العادية وليست للمطاعم الفخمة. كاين حاجة السيم كارد شريتها أنايا من الايروبور من المطار، شريتها 18 دولار سنغافوري اللي تقريبا بالدولار العادي بالك 15 دولار عادي يعني دولار أمريكي. فبالتالي هذه هي تجي كايزي لينك، ايزي لينك 18 دولار سنغافوري فيها 100 جيجا بايت تاع انترنت، وفيها 3 دولار تقدر تستخدمها في البابليك ترانسبورتيشن. هذه 3 دولار هي اللي خدمت بها اليوم في الحافلة، يعني هذه فادتني اليوم. استعملت هذوك 3 دولار، ما استعملتش 3 دولار، استعملت 1.5 دولار، يعني مازال لي حق رحله واحده اخرى. وترونسبور لهنايا ماشي غالي بزاف بصح ماشي رخيص ثاني، يعني راح تصرف على ترونسبور. فرحله باريزون بالحافله استقامت لي 1.2 دولار سنغافوري اللي هو بدرهمنا واحد 20000 هكذاك، 200 دينار جزائري. بما انك ما راحش تستعمل وسائل النقل كثيرا لان اشهر الاماكن السياحيه قريبه من بعضها، فربما في مده 3 ايام ستكون تكلفه النقل حوالي 20 دولار. الحاجه اللي حبيت نقولها لكم هي انه انا ما درتش النشاطات اللي يكونوا بالدراهم، وانما درت النشاطات المجانيه فقط. يعني وين كاين الدراهم كنت نهرب، لانه هنايا النشاطات غاليه جدا. فمثلا انك تدخل للارت ساينس ميوزيوم اعتقد انك تخلص 45 دولار سنغافوري اللي هي بدراهمنا بقراو من تاوق الى 500000 بدراهمنا، فبالتالي ما درتهاش. ودوكا لحقنا شحال استقامت لي انايا الرحله تاعي هنايا الى سنغافوره. كيما قلت لكم المبيت كان مجانا، الاكل كان تقريبا مجانا. هذا مش كاين خاوتي، واش شحال صرفت خاوتي؟ صرفت في مدة 3 أيام وليلتين صرفت خاوتي المجموع الكلي 800000 خاوتي صرفتها، ما بين بون كليت خطرة وحدي كنت جيعان بزاف كنت نمشي بزاف، وكليت أبارسا هذا ما كان كاين النقل ولابيوس هذه اللي قلت لكم عليها شريحة الانترنت، وهذا شيء هذا ما كاين يا خاف. بالنسبة للمجموع الكلي إذا ذهبت لسنغافورة كسائح عادي فسيكون لمدة 3 أيام بدون الفيزا وتذكرة الطيران وبدون النشاطات حوالي 130 دولار للشخص الواحد، وهذا السعر يمكن أنه يكون أقل إذا كنت متقشف قليلا. يا خاوتي هذه هي كملنا رحلتنا في سنغافورة، ودوكا رانا رايحين لدولة جديدة. شكرا على مشاهدة الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله يكون فادكم، إن شاء الله الرحلة هذه كامل تكون عجبتكم. وإذا تقدروا تدخلوا لنا دعوة خير ثاني خاوتي، نحتاج دعوة الخير تاع ربي يسهل لك، ربي معاك، الله يرزقك. هذه كان شابة خاوتي، إذا كنت ماكش مشترك في القناة اشترك لتحت، خلي تعليق، دير إعجاب فقط. اعتقد اني مانيش نطلب منكم بزاف هذا الامر تاع اشترك ودير، انا نسي نشارك معكم المعلومات اكثر والاماكن السياحيه. فخالتي هنايا نلحقوا لنهايه الفيديو، نتلاقاو في البلد القادم ان شاء الله. دوك منا الفيديو القادم راح يبدا منا، يعني راح نعاود نفيلمي، ولكن جوا في الفيديو القادم تاع البروسيس كامل كيفاش راني رايح للبلد الجديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.